مجدداً عاد الإعلام الإسرائيلي لمطاردة مروان عيسى الرجل الثاني في كتائب القسام والقول إنه قضى بغارة أعلن الجيش الإسرائيلي شنها في غزة، لكن الجيش نفسه قال إن مصير الرجل غامض وأنه يحقق ما إذا كانت الضربة قد أسفرت عن مقتله. في غضون ذلك أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحكومة الأمنية المصغرة ستجتمع اليوم لبلورة موقفها حول الوفد الذي سيتوجه إلى قطر للتفاوض على صفقة للإفراج عن رهائن مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في إطار تهدئة في غزة. كانت الحكومة الإسرائيلية أرجأت مغادرة وفدها برئاسة رئيس الموساد ديفيد برينياع إلى قطر من أجل استئناف مفاوضات وقف النار وتبادل الأسرى إلى الاثنين بعدما كان مقررا اليوم، وذلك على وقع خلافات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو رفض عقد جلسة لمجلس الوزراء مساء أمس رغم الطلب الذي تقدم به وزير الدفاع يوآف جالانت وعضو المجلس بيني جانتس وغاندي وغادي أيزنكوت، ما تسبب في تأخير رحلة رئيس الموساد إلى قطر. هذا وكانت صحيفة هارت الإسرائيلية كشفت نقلا عن دبلوماسي إسرائيلي القول إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول تخريب محادثات صفقة تبادل عبر إحالة القرار إلى مجلس الوزراء الأمني المصغر، وانتقد المصدر سلوك نتنياهو تجاه مغادرة الوفد الإسرائيلي لإجراء محادثات في العاصمة القطرية الدوحة ونقله القرار في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء الأمني. من جانبها نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين كبار في فريق التفاوض الإسرائيلي قولهم إن نتنياهو يضيع الوقت. إلى ذلك شهدت العديد من المدن الإسرائيلية تظاهرات حاشدة ليلة أمس للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وعقد صفقة جديدة للإفراج عن الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة. وتجمع المتظاهرون في أكبر المدن على غرار تل أبيب وخارج مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، ودعا البعض أيضا عضو مجلس الحرب بيني جانتس وحزبه للاستقالة من الحكومة. ولجأت الشرطة في تل أبيب إلى تفريق المتظاهرين الذين أغلقوا طريقا سريعا مستخدمة خراطيم المياه ومنعتهم من مواصلة التظاهرة. يسعى أطباء في غزة لتوفير مراكز طبية صغيرة في أحد المخيمات في ظل صعوبة التنقل أو الوصول للمستشفيات الرئيسية، ورغم أن هذه المراكز تعاني نقصا حادا في المستلزمات الطبية والمواد الأساسية، إلا أنها تسعى لعلاج بعض الحالات البسيطة خاصة مع انتشار أمراض عدة بين الأطفال في المخيمات كالتهاب الكبد الوبائي، إضافة للأطفال الذين يعانون من الجفاف ونقص التغذية.
نحن هنا طاقم طبي كامل متكامل من 4 أطباء و4 تمريض و2 صيادلة. طبعا هذه النقطة انشأناها بمجهود شخصي، وبعد ذلك أتى الهلال إلى هنا وتبنى هذه النقطة، وحاليا احنا هنا بنستقبل حالات من 300 ل 500 ل 600 حالة يوميا. وفي عندنا طبعا وباء جديد هذا انتشر بشكل مش طبيعي، هو الوباء هذا هيباتيتس اي، هذا التهاب كبد وبائي، تمام، انتشر بشكل مش طبيعي في المخيم كله. حاليا احنا بنعاني من نقص ادوية وخصوصا الاطفال البيدياتريك، كثير هم حالات موجودة في المخيم، كل الاطفال بيعانوا من نقص تغذية، بنعانوا من انتشار مرض هيباتيتس اي، التهاب الكبد الوبائي كثير منتشر عندنا في المخيم هان. عندنا شعاع كبير في السراير، سرير واحد يعني مستقبل عليه كل المرضى. وفي عندي هنا كمان نقص في ديابيتك فود، عندي حالات الديابيتك فود هي اصعب حالات، فبدها علاج، بدها تغيرات يوميه يوميه يوميه، وما بقدرش اوفر لهذا الشيء نهائي. هذا مولود الحار، تعال عم سلام. هذا مولود الحار، تعال عم سلام.